حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات بمنى في ثاني أيام التشريق وبدء تفويج حجاج القرعة للمتعجلين اليوم. السراج يدعو جميع الأطراف للاجتماع لبحث سبل إنهاء الصراع بليبيا غدا. سيطرة قوات حفتر على كامل منطقة الهلال النفطي شرق البلاد. الهدنة السورية تواصل صمودها لليوم الثالث ودمستورا يطالب بالسماح بتوصيل مساعدات الأمم المتحدة لشرق حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة. العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية جديدة من قناة النيل، أهلا بكم. تفاصيل الأنباء. يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات في ثالث أيام عيد الأضحى الموافق ثاني أيام التشريق الثلاثة، ويغادر الحجاج المتعجلون من قبل غروب الشمس متوجهين إلى مكة لأداء طواف الوداع قبل الرحيل إلى بلادهم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. على صعيد منى يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى في ثاني أيام التشريق مثلما فعلوا في اليوم الأول من تلك الأيام الثلاثة. وقبل غروب الشمس من ثاني أيام التشريق يكون الحجاج المتعجلون قد غادروا منى متوجهين إلى البيت العتيق لأداء طواف الوداع سبعة أشواط ليكون آخر عهدهم البيت الحرام قبل الرحيل إلى بلادهم. أما من غربت عليه الشمس فعليه المبيت في منى إلى ثالث أيام التشريق، ويقوم برمي الجمرات كما فعل في اليومين السابقين، ثم يغادر منى إلى مكة ليطوف طواف الوداع. ويقوم الحجاج برمي الجمرات بسلاسة وأمن وطمأنينة في ظل الإجراءات الأمنية التي تتخذها سلطات المملكة العربية السعودية. ودفعت المملكة بالآلاف من عناصر قوات مكافحة الإرهاب وضباط المرور وقوات الحماية المدنية مدعومة بقوات من الجيش السعودي. وتتابع أجهزة الأمن السعودي تحركات الحجاج عبر شاشات تظهر ما تنقله نحو 5000 كاميرا مثبتة في كل الطرق ومنعطفات المسجد الحرام والمشاعر في مكة المكرمة. 5484 كاميرا موزعة على كل المشاعر من مداخل مكة مرورا بالمسجد الحرام والمنطقة المركزية ميناء عرفات مزدلفة منشآت الجمرات المواقع الرئيسية والهامة في كل المشاعر. ويتسم عمل أجهزة الأمن السعودية بالصرامة في التنظيم ما جعل الحجاج يتنقلون نحو جسر الجمرات في منى بشكل أكثر انسيابية وسلاسة وبدرجة بدت معها بعض شوارع منى شبه خالية. ووفقا للدفاع المدني السعودي لم تسجل أي حوادث أو أوبئة بين الحجاج الذين وصل عددهم هذا العام إلى 1,860,000 حاج. أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أكد أن المملكة ترفض رفضا قاطعا تحقيق أي أغراض سياسية في الحج. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الملك سلمان في حفل الاستقبال السنوي الذي أقامه بالديوان الملكي بقصر منى لكبار الشخصيات الإسلامية وضيوف خادم الحرمين الشريفين وضيوف الجهات الحكومية ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج الذين أدوا فريضة الحج هذا العام. قال خادم الحرمين إن المملكة تعتز بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديها، مؤكدا أن السعودية سخرت كل إمكانياتها لخدمة ضيوف الرحمن والسهر على راحتهم.
قال رئيس بعثة الحج الرسمية وزير التخطيط أشرف العربي، قال إن أحوال الحجاج المصريين جميعا بخير ولا توجد أي شكاوى من الحجاج على صعيد منى، معربا عن رضائه التام عن الموسم الحالي. من جانبه أعلن رئيس التنفيذي لبعثة الحج اللواء سيد ماهر أعلن بدء تفويج حجاج القرعة المتعجلين من مشعر منى إلى فنادقهم بمكة المكرمة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم. يأتي ذلك فيما بلغ عدد وفيات الحجاج المصريين 29 حالة. وسط إجراءات أمنية توصف بأنها نظامية، تمكن ضيوف الرحمن بعد قضاء ليلتهم بمشعر المزدلفة من الوصول إلى جسر الجمرات بمشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى في طمأنينة ويسر، ليبدأوا رحلتهم إلى مكة المكرمة لعمل طواف الإفاضة واستكمال باقي المناسك. ضيوف الرحمن أثنوا على تلك الإجراءات التي ذللت كافة المعوقات التي قد تواجههم أثناء جسر الجمرات. المشاعر والمناسك بتاعت الحج حاجة عظيمة قوي، بتخلي الواحد يعني يرتقي بشعوره كده وإحساسه، الحمد لله يعني. الله وكيل يا شيخ، والله وكيل يا حج، الخدمة مية مية لأنه وكافية مية مية. أصلا أنا عملت حج في السن ده وفرحان قوي يعني. طبعا الحمد لله على كل حال، وربنا يتقبل منا إن شاء الله ويكتبها لكل المصريين وكل المسلمين وكل مشاق ويصلح حال البلاد والعباد بإذن الله. وحاجة تسعد حقيقة يعني، وربنا يسترها ويستر كل المصريين. الحجاج في أحسن حال من فضل الله، والسنة دي كان الحج على مستوى عالي. إحساسي فرحة الدنيا، وربنا يدومها عليا وعلى كل رجالة مصر. كل تركيزنا السنة دي إن إحنا بندعي لمصر إنه يخرجها من القرب اللي هي فيه، وربنا إن شاء الله يكرمنا في مصر. عملت المناسك السنة دي إن شاء الله، الحمد لله ربنا أكرمني وعملت حجتي بخير، ودعيت والله لمصر ربنا يكرمها. أنا مبسوط جدا، وتنظيم المملكة بصراحة تنظيمها فوق الرائع يعني. حجاج مصر بخير، فلم يتم حتى الآن بحمد الله رصد أي حالة وبائية بين ضيوف الرحمن، كما تمكن كافة الحجاج المصريين من الوقوف بعرفة بما فيهم المرضى المنومين بالمستشفيات السعودية. هنيئا لضيوف الرحمن الوقوف بعرفة والانتقال إلى مرحلة رمي الجمرات ليدنوا من نهاية مطاف الرحلة المقدسة والفوز بالجائزة الكبرى العتق من النار، نسأل الله ذلك. من أمام جسر الجمرات بمكة المكرمة، محمد حلمي، النيل. ويبقى معنا محمد حلمي موفد التلفزيون إلى المملكة العربية السعودية. محمد، هل لك أن تطلعنا على حالة الحجاج المصريين حتى الآن؟ تحياتي لك أمل. من على صعيد مشعر منى، حيث يتأهب ضيوف الرحمن بعد ساعة من الآن إلى الجمرة على جسر الجمرات، وهذا بالنسبة للمتعجبين هو اليوم الثاني والأخير، أما غير المتعجب فسوف ينتظر إلى الغد. بالتالي من صباح اليوم بالنسبة لكبار السن والنساء بدأ تفويضهم إلى مكة المكرمة بالنسبة للمتعجبين من الحجاج القرعة. الحمد لله لم تحدث أي مشاكل على مدار الأيام الثلاث على جسر الجمرات، نظرا لتسيير كافة الإجراءات التي تقوم بها السلطات السعودية من الظواهر السلبية التي كانت تحدث بالأعوام الماضية من افتراش الطرقات المؤدية إلى جسر الجمرات أو حمل الحقائب التي كان بيحملها بعض الحجاج أثناء صعودهم لجسر الجمرات لرمي الجمرات العقبة الكبرى والصغرى والوسطى. نعم، ماذا عن الحصيلة النهائية لحالات الوفيات للحجاج المصريين؟ حالة الوفيات حتى الآن 29 حالة وفاة، وهذا الرقم له مدلول كبير بالمقارنة بالحالات الأعوام الماضية كانت بتصل إلى 60 و70 حالة، وده نتيجة للجهود المضنية التي تقوم بها البعثات النوعية بالتنسيق مع السلطات السعودية. حالات المرضى المتواجدين في المستشفيات حتى الآن سواء بمشعر منى أو مشعر عرفات أو بمستشفيات الموجودة بمكة المكرمة 19 حالة، كلهم حالات مستقرة باستثناء حالتين غيبوبة سكر في مستشفى الملك فيصل، وبيتم عمل لهم الإجراءات اللازمة. بعد أيام إن شاء الله سوف تستقر حالتهم. نعم، أشكرك جزيل الشكر محمد حلمي موفد النيل للأخبار إلى المملكة العربية السعودية، شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة. دعا رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج، دعا جميع أطراف النزاع إلى الاجتماع لبحث آلية لإنهاء الصراع،
وذلك غدا سيطرة قوات اللواء خليفة حفتر على أكبر موانئ تصدير النفط بالبلاد. واعتبر السراج في بيانه أن ليبيا تمر بمرحلة مفصلية في تاريخها، مشددا على أنه لن يقبل بأن يدير حربا ضد طرف ليبي آخر، في إشارة إلى إمكانية وقوع مواجهات بين قوات حكومته والقوات الموالية لحفتر. أعلنت مصادر ليبية أن القوات المسلحة الليبية سلمت كل الموانئ النفطية والتي استعادت السيطرة عليها منذ يومين بمنطقة الهلال النفطية إلى جهاز حرس المنشآت النفطية. من جانبه أعلن الجنرال الليبي خليفة حفتر أن سيطرة قواته على الموانئ النفطية لم يكن هدفها التحكم بها أو ضد حكومة الوفاق الوطني، بل جاء بهدف تحريرها من قبضة ميليشيات خارجة عن القانون كانت تسيطر على هذه الموانئ وتعتمد أسلوب الابتزاز للحصول على أموال طائلة. ردا على مطالب الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى بالانسحاب الفوري من منطقة الهلال النفطي في ليبيا، أعلن الفريق أول خليفة حفتر أن سيطرة قواته على موانئ راس لانوف والسدر والبريغا النفطية لم يكن هدفه التحكم بها أو استعداء حكومة الوفاق الوطني. حفتر أوضح أن الحراك العسكري كان بهدف تحرير هذه المنشآت النفطية من قبضة ميليشيات خارجة عن القانون كانت تسيطر عليها من أجل الحصول على أموال طائلة، وأكد أن هذه الميليشيات أوقفت التصدير منذ فترة طويلة ما أدى إلى خسارة 100 مليار دولار وشبه انهيار تام للاقتصاد الليبي. كانت حكومات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا قد أدانت سيطرة القوات الليبية بقيادة حفتر على 3 من أكبر موانئ النفط في الهلال النفطي في ليبيا. على الصعيد الشعبي، دعا عدد كبير من شيوخ القبائل الليبية ونشطاء وحقوقيون وسياسيون ليبيون للخروج في تظاهرات حاشدة رفضا للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي الليبي ودعما لانتصارات الجيش الوطني الليبي عقب تحريره لمنطقة الهلال النفطي من قبضة الميليشيات. وأطلق عدد من النشطاء الليبيين دعوات للتظاهر مجددا الجمعة القادمة لتأكيد رفض التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، مؤكدين في بيان أنه يتعين على جميع القوى تجنب أي عمل من شأنه الإضرار بالبنية التحتية للطاقة في البلاد أو مواصلة عرقلة صادراتها. وأكدوا أن النفط في ليبيا هو ملك للشعب الليبي ومجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني ومؤسساتها، وأن من واجبها ضمان استخدام عائدات النفط بتوفير الخدمات الأساسية للشعب الليبي. وفي جلسة لمجلس الأمن الدولي، حذر رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر من أن البلاد على شفا الإفلاس المالي جراء الصراعات القائمة لتصبح ليبيا أمام مفترق طرق، إما الاتفاق والحوار السياسي وإما الانشقاق والصراع والدخول في نفق مظلم. في لندن، وجه برلمانيون بريطانيون في تقرير نشر الأربعاء انتقادا شديدا إلى رئيس الوزراء السابق دافيد كاميرون بسبب قراره التدخل العسكري في ليبيا في عام 2011، معتبرين أن هذا التدخل استند إلى افتراضات خاطئة وعجل بانهيار ليبيا سياسيا واقتصاديا. وقال تقرير صادر عن لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني إن كاميرون الذي تولى رئاسة الوزراء البريطانية من عام 2010 إلى يوليو لعب دورا حاسما في قرار التدخل، ويجب أن يتحمل المسؤولية عن دور بريطانيا في أزمة ليبيا. تلقى سامح شكري وزير الخارجية اتصالا من ستيفان دي مستورا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، والذي حرص على إحاطة وزير الخارجية بنتائج وتفاصيل الاتفاق الخاص بوقف إطلاق النار والهدنة في سوريا، والذي تم التوصل إليه مؤخرا بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في جنيف. وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية لافتا إلى أن المبعوث الأممي أكد على أهمية الدور الذي تقوم به مصر في دعم هذا الاتفاق من خلال حث الأطراف السورية المختلفة على الالتزام بتنفيذ وقف إطلاق النار والانخراط الإيجابي في المحادثات السياسية المزمع استئنافها في المرحلة القادمة.
وأضاف أبو زيد أن وزير الخارجية أكد للمبعوث الأممي على حرص مصر الكامل على إنفاذ اتفاق وقف إطلاق النار كي يتحول إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في كافة المدن السورية. أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا أكد أن الهدنة لا تزال صامدة حتى الآن في سوريا في يومها الثالث، وتعرضت الهدنة لانتهاكات محدودة من قبل الطرفين على حد قول مصادر إعلامية، إلا أنها لم تسفر عن سقوط أي قتيل. وأكد الجيش الروسي أن القوات النظامية السورية احترمت وقف إطلاق النار، متهما بالمقابل الفصائل المقاتلة بإطلاق النيران 23 مرة على أحياء سكنية ومواقع للقوات الحكومية. يبدو أن هدنة الفرصة الأخيرة لإخراج سوريا من الأزمة لا تزال صامدة في يومها الثالث، لكن غياب المساعدات الإنسانية يثير خيبة أمل لدى السكان في المناطق المحاصرة. وتوقفت المعارك مع الإعلان عن تجاوز عدد القتلى ل300,000 من بينهم 87,000 من المدنيين في الحرب التي بدأت منتصف مارس 2011. إن شاء الله تكون توقف الأعمال القتالية بشكل عام بكل سوريا إن شاء الله، ويعمل السلام للكل بشكل دائم، ليس مثل يعملوا اتفاقية ثاني يوم يصير الحرب تشتغل. إن شاء الله يا رب تكون بكل خير لدائم دائما وأبدا. طبعا كمان هي بادرة كانت كتير حلوة أنه يوقفوا هاي الأعمال القتالية كلها في هاي البلد، إن شاء الله بسبيل أنه للمصالحة بشكل كامل. مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا أكد خلال مؤتمر صحفي تراجع كبير في أعمال العنف، مشيرا إلى وجود بعض الانتهاكات المحدودة. Yesterday we did see some level of violence continue after sunset. بالأمس لاحظنا استمرار لبعض أعمال العنف بعد غروب الشمس، تضمن ذلك اتهامات بتعرض طريق الكاستيلو لضربات جوية وقذائف هاون. مع ذلك بدا واضحا بحلول الصباح عودة الهدوء إلى تلك المناطق، فكل تقرير تلقيناه في هذا الصدد يشير إلى حدوث انخفاض ملحوظ في أعمال العنف. من جانبها دعت روسيا الولايات المتحدة إلى التعامل مع الأطراف التي ترفض تطبيق الهدنة في سوريا، فيما أشار بيان للخارجية الروسية إلى أنه يتعين على جميع القوى التي يمكن أن تؤثر على الأطراف الرافضة للهدنة في سوريا وفي مقدمتها الولايات المتحدة أن تحاول تسوية المسائل مع من وصفهم البيان بعملائها. ودخلت الهدنة حيز تنفيذ الاثنين بموجب اتفاق بين روسيا والولايات المتحدة الجمعة، وينص الاتفاق الروسي الأمريكي على السماح بوجود ممر إنساني عبر طريق الكاستيلو الذي يجب أن يكون خاليا من السلاح. أعلنت الحكومة السورية رفضها إدخال أي مساعدات إلى حلب دون التنسيق معها ومع الأمم المتحدة. وقالت الخارجية السورية إنه تعقيبا على التصريحات الصادرة عن تركيا بشأن عزمها إدخال مواد يدعى أنها مساعدات إنسانية إلى حلب، فإن حكومة دمشق تعلن رفضها إدخال مثل تلك المواد من أي جهة كانت، بما في ذلك بشكل خاص من النظام التركي، دون تنسيق مع الحكومة السورية والأمم المتحدة. وصف البيان الغارات الجوية التركية فوق الأراضي السورية بذريعة ضرب داعش بأنها عدوان على سوريا وخرق لسيادتها وحرمة أراضيها. دعت خلية الإعلام الحربي بقيادة العمليات المشتركة دعت المواطنين العراقيين في مناطق نينوى للاستعداد لانطلاق المرحلة الثالثة والحاسمة من عملية تحرير الموصل مركز محافظة نينوى شمال العراق. من جانبه أعلن البنتاغون أن طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية دمرت مصنعا في العراق يستخدمه تنظيم داعش الإرهابي لإنتاج أسلحة كيميائية. لتحرير محافظة نينوى شمالي العراق من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، دعت قوات الجيش العراقي المشتركة المواطنين العراقيين في مناطق نينوى للاستعداد لانطلاق المرحلة الثالثة والحاسمة من عمليات تحرير الموصل.
طائرات القوة الجوية العراقية ألقت 7 ملايين منشور على 16 منطقة في محافظة نينوى، تطالب المواطنين بالابتعاد عن مقرات وتجمعات ومخازن أسلحة لتنظيم داعش الإرهابي ومناطق تواجد عناصر التنظيم. وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أعلنت من جهتها أن طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة دمرت مصنعا في العراق يستخدمه تنظيم داعش الإرهابي لإنتاج أسلحة كيميائية، يرجح أنه كان يستخدم لصناعة غاز الكلور أو غاز الخردل. وأوضحت الوزارة أن الغارة وقعت قرب الموصل وشنتها طائرات مقاتلة وطائرة هجوم بري وقاذفتان من طراز B-52، حيث نشر البنتاغون تسجيلا للضربة يظهر مجموعة من المباني الكبيرة ذات الأسطح المنبسطة تنهار جراء انفجارات عديدة. وتتواصل استعدادات القوات العراقية تدعمها طائرات التحالف لشن هجوم لاستعادة مدينة الموصل التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي منذ عام 2014، وهي المعقل الرئيسي الأخير للتنظيم في العراق. قررت قيادة قوات الحزم الأمني اليمني منع خروج أي معاهدات عسكرية من محافظات عدن ولحج وأبين إلا بتصريح رسمي من قيادة التحالف العربي في عدن. بالتزامن، قصفت طائرات دول التحالف العربي معسكر الأمن القومي الجديد الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثيين في منطقة صرف شمال صنعاء، وذلك للمرة الثانية خلال يومين. هذا وأحبطت قوات الجيش اليمني والمقاومة المؤيدة له في تعز عملية تسلل فاشلة قامت بها عناصر من ميليشيات الحوثيين وصالح في منطقة الضباب غرب المدينة. يبدأ وزير خارجية فرنسا جون مارك وألمانيا شتاينماير زيارة إلى كييف لمدة يومين لبحث تطورات الأزمة الأوكرانية. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إن الوزيرين سيلتقيان في كييف مع رئيس بوروتشينكو ورئيس الوزراء ومسؤولي مختلف المجموعات البرلمانية وكذلك مراقبي منظمة الأمن والتعاون الأوروبية. وأضاف أن الزيارة تهدف إلى تقديم الدعم لاتفاقي وقف إطلاق النار الساري منذ الأول من سبتمبر ودعم العملية السياسية. تتواصل المناورات البحرية المشتركة بين روسيا والصين والتي تجري بمقاطعة غواندونغ جنوب الصين على ساحل بحر الصين الجنوبية. وشاركت كل من البحرية الروسية والصينية في برنامج التدريب الذي يتضمن تدريبات على أساليب الدفاع والإنقاذ وعمليات ضد الغواصات واقتحام الجزر، بالإضافة إلى تدريبات بالذخيرة الحية على الهجوم والعبور وإنزال بري بواسطة المروحيات والدفاع عن السواحل ومناورات عسكرية أخرى. احتشد الآلاف في العاصمة بيونغ يانغ للاحتفال بنجاح التجربة النووية الخامسة التي أجرتها كوريا الشمالية الجمعة الماضية بتثبيت رأس نووي على متن صاروخ باليستي. من جانبها، أدانت اليابان تلك التجربة مطالبة بفرض مزيد من العقوبات على كوريا الشمالية، فيما أعربت كوريا الجنوبية عن قلقها حيال نشاط كوريا الشمالية النووية، حيث نوهت بأن جارتها تجري تجربة نووية إضافية في أي وقت. تواصل السلطات المكسيكية التحقيقات في واقعة اختطاف ومقتل 44 طالبا بمدينة إغوالا في عام 2014 في مجزرة تورط فيها إحدى عصابات بيع المخدرات، بالإضافة لعناصر من الجيش والشرطة الفيدرالية والمحلية. كانت الحكومة المكسيكية قد كشفت عن قيام بعض عناصر الشرطة باختطاف الضحايا وتسليمهم لعصابة مخدرات محلية التي قامت بقتلهم اعتقادا بانتمائهم لعصابة أخرى منافسة. ولا تزال تثير القضية انتقادات عديدة من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، نظرا لكونها تعكس قصورا شديدا في أداء الحكومة المكسيكية. أعلن طبيب الخاص لشيمون بيريز أن الرئيس الإسرائيلي السابق في حالة حرجة، ولكن
فرصته في النجاة جيدة على الأرجح، وذلك بعد الجلطة الدماغية الخطيرة التي أصيب بها. كان الرئيس الإسرائيلي السابق الذي يبلغ من العمر 93 عاما قد نقل إلى المستشفى إثر تعرضه لجلطة دماغية كبرى، وهو يرقد حاليا في قسم العناية الفائقة. عودة إلى الشأن المحلي، حيث يواصل ملايين المصريين الاحتفالات باليوم الثالث لعيد الأضحى المبارك في جو من الفرح والسعادة. استقبلت الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات وكورنيش النيل والمناطق الأثرية، استقبلت الآلاف من الزائرين للاستمتاع بأجواء العيد وسط تواجد أمني مكثف. كما شهدت حديقة الحيوان بالجيزة إقبالا متزايدا من مئات الآلاف من المواطنين وسط تواجد أمني مكثف من عربات الإسعاف وتشكيلات الأمن المركزي التي انتشرت في محيط الحديقة. شددت وزارة الداخلية من إجراءاتها الأمنية على مستوى الجمهورية لتأمين احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك. كما كثفت القوات من مختلف قطاعات وزارة الداخلية من تواجدها في الشوارع وأماكن التجمعات، خاصة في محيط السينمات في وسط القاهرة والتي تشهد زحاما كبيرا. انتشار أمني مكثف لتأمين احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك، توزيع الخدمات الأمنية أمام مناطق التجمعات والتي تشهد زحاما شديدا أمام السينمات ودور العرض. جميع القوات منتشرة على مستوى القاهرة. السيد وزير الداخلية كان أكد على الخطة ديت، وسيادته تفضل وتفقد التفعيل الخطة على أرض الواقع على مدى يومين. إن احنا لازم نكون متواجدين وسط الجماهير وسط السيدات والأنسات للتأمين ومنع حدوث أي نوع من أنواع المضايقات ممكن تضايق أي واحدة ست أو بنت. نتحرك في أي حالة تحرش، في أي حالة إن حد يشتكي. زي ما حضرتك شايف بننظم كده الدخول والخروج في وسط البلد كلها تقريبا، مش موجودين هنا بس، بنتنقل من مكان للتاني. لو حصل أي حالة من نوع من الأنواع التحرش على طول بنوجه السيدة أو الأنسة للشرطة للقسم اللي هي تابعة لي أو الوقع أو الاسم اللي هو تم الوقع فيه، بتقوم بتحرير محضر. شرطة نسائية على وعي كامل بضرورة محاربة ظاهرة التحرش لتنجح وزارة الداخلية من خلال خطة متكاملة في تأمين احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك. حاسين بالأمان بصراحة. لا تمام، أمان، ما في شيء يعني، الشرطة موجودة على طول يعني إن شاء الله. لا دي حاجة جميلة جدا بصراحة ربنا، يعني أول مرة أشوف هنا المنظر دوت، حاجة جميلة بصراحة يعني، خصوصا الضبطة الجميلة دي. أمان والحمد لله وكويس، موجودة الشرطة يأمنها طبعا. غرفة العمليات طبعا بتتابع جميع الخدمات الموجودة على أرض الواقع. الحمد لله حتى الآن يعني لم يتم رصد ما يعكر صفق الأمن العام. الأمور هادئة آمنة تماما، بنطمن الجميع أن يعني خلال أيام الأعياد وما بعد الأعياد الشرطة موجودة في جميع الأماكن، ويعني بنقول لهم كل سنة وانتم طيبين، قضوا وقت جميل، ويعني إن شاء الله كده مصر دايما آمنة بشعبها الجميل وبشرطتها بإذن الله. انضباط بالشارع المصري، تواجد على مدار 24 ساعة لتأمين احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك. شرطة مصرية لا تنام ولا تكل عن راحة المصريين. حماد العربي، التلفزيون المصري. وختاما هذا تذكير بأهم عناوين الأخبار. حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات بمنى في ثاني أيام التشريق وبدء تفويض حجاج القرعة للمتعجلين اليوم. السراج يدعو جميع الأطراف للاجتماع لبحث سبل إنهاء الصراع بليبيا غدا، سيطرة قوات حفتر على كامل منطقة الهلال النفطي شرق البلاد. الهدنة السورية تواصل صمودها لليوم الثالث، ودامستورا يطالب بالسماح بتوصيل مساعدة الأمم المتحدة لشرق حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة. بعد الفاصل جولة مع صاحبة الجلالة.